وصل مجلس الشيوخ عقد جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واستكمل المجلس مناقشة تقرير حول العنف الأسري وسبل مواجهته. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله. خلال الجلسة استكمل المجلس مناقشة تقرير حول العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة، حيث عرض عدد من النواب وممثلي الهيئات البرلمانية وممثلي الحكومة مقترحاتهم وآراءهم بهذا الشأن. النهاردة وإحنا بنتحدث عن ظاهرة العنف الأسري، إحنا بنتحدث عن أمن الجميع، أمننا كلنا، فبالتالي ده يؤكد أهمية هذا الموضوع الذي نتحدث فيه جميعا. أنا بتحدث عن النقطة المرتبطة بالإدمان، وأن الإدمان أحد المسببات الرئيسية لهذه الظاهرة. أؤكد على أهمية هذه الدراسة ومشددا على ضرورة تعديل المواد 60 و240 و241 و243 من قانون العقوبات، فضلا عن استصدار مجموعة من التشريعات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري. إلى ذلك ذكرت الحكومة أن قضية بناء الوعي هي قضية مشتركة بين جهات دينية وتعليمية وتربوية وإعلامية ومجتمعية، لافتة إلى الاشتراك والتنسيق بين العديد من الجهات في الدولة لتطبيق توصيات الدراسة محل النقاش. من جهته أثنى رئيس المجلس على ما تم من مناقشات من نواب المجلس وممثلي الحكومة. وقد أثمر كل ما تقدم عن دراسة أراها قيمة، حيث أبانت أسباب تلك الظاهرة ورصدت آثارها واقترحت سبل مواجهتها. يضع المجلس تحت بصر الدولة بكل أجهزتها لتساعدها في خطط مواجهتها إعمالا لما اختص به الدستور مجلسنا المقر في المادة 248 من دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالمسائل التي عددها هذا النص، وفصلتها المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة والتوصيات الواردة به، وأبرزها سن تشريع تحريم العنف الأسري وإنشاء المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري وإحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.